تراجع سعر الذهب لأدنى مستوياته في 4 أسابيع اليوم، مواصلا موجة الهبوط إلى الجلسة الرابعة على التوالي. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1134.60 دولارا للأوقية في وقت مبكر من صباح اليوم، مسجلا أقل مستوى له منذ 5 أكتوبر تشرين الأول. وبدوره انخفض سعر الفضة بنسبة 0.4%، ما يعادل 15.46 دولارا للأوقية.